أحبابي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بيكم في فيديو جديد. معكم مصطفية مجدي على قناة مستر أيمن بدر في تعليم اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله ناخد مع بعض درس جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد، كمان تشوفوا كل الفيديوهات أو الدروس القديمة اللي فاتتكم، وتتفرجوا على فيديوهات الجرامر اللي بعملها معاكم مستر ايمن بدر، والشرح بسيط وجميل جدا بطريقه سهله وواضحه، كمان بيحل معاكم الجرامر من كتاباي الجيم والمعاصر. والنهارده ان شاء الله هناخد مع بعض lesson 3 and 4 من كتاب المعاصر unit 4. يقبل accept، accept يتأقلم او يتكيف مع adapt to، adapt to ينبه أو يحذر alert، alert إشعار أو تنبيه alert، alert ألعاب القوى athletics، التي إيش تنطق فيه athletics، تلقائيا automatically، automatically مدرك أو لديه علم aware، aware معدي contagious، contagious يتعامل مع deal dealt out، deal dealt out يوضح demonstrate، demonstrate يحبط disappoint، disappoint نسخة أو طبعة edition، T-I-O-N تنطق شن edition، يمد أو يمتد extend، extend خارجي external، external عوامل factors، factors يحدث أو يستمر go on، go on شاكر أو ممتن grateful، grateful امتنان أو عرفان gratitude، gratitude وده النطق البريتش، النطق الأمريكان gratitude، gratitude عادة habit، habit يحدد identify، identify ربما maybe، maybe مذكرة memo، ميمو طبيعي normal، normal يلاحظ observe، observe مشارك participant، participant معين أو محدد particular، particular يدرك أو يلاحظ perceive، perceive إدراك أو تصور perception، T-I-O-N تنطق شن perception، شخص مثالي perfectionist، T-I-O-N تنطق شن perfectionist بشكل مثالي perfectly، perfectly يبقى أو يظل remain، remain نتائج results، results وتيرة يومية أو routine، routine routine النفس أو الذات self، self محدد أو مخصوص specific، specific مراهق teenager، teenager التفكير thinking، TH تنطق ذه thinking يرفع على الانترنت upload، upload التطوع volunteering، volunteering vocabulary study verbal collocations يقبل بالتغيير accept change، يستغرق في النوم fall asleep يشعر وكأنه أو يرغب فيه feel like، يأخذ بالنصيحة follow advice، يتوتر من get stressed about، يلتقي أو يتجمع get together، يصيبه البلل get wet، لديه مشكلة في have a problem with، يتحدث عن have a talk about، يسيطر على have control over، يمزح have fun، يجد الأسباب identify the reasons، يبدو منهكا look exhausted، يعد خطة استذكار أو خطة استذكار make a study plan، يحدث تغييرات make changes، ينتقل من بيت لآخر move house، يجتاز الامتحانات pass exams، يلاحظ التغير perceive change، يضع ضغوط على put pressure on، يوضح لي كيف show how to، يتصرف take action. expressions and idioms كنتيجة لي as a result of،
كشيء طبيعي as normal، في العطلة الأسبوعية at the weekend، في ذلك الحين back then، يكون على وعي به be aware of، يكون طيبا معه be kind to، تكون بحالتك الطبيعية be your normal self. عوامل خارجية external factors، يجد صعوبة في أن find it difficult to، يوفر وقت لكي find the time to، يستغرق في النوم get to sleep، شاكر أو ممتن لي grateful for، شاكر أو ممتن لشخص grateful to، نصف فارغ half empty الإل silent، نصف مملوء half full، مشكلات صحية health problems على أي حال in any case، للاستمتاع فقط just for fun، يوفر الوقت لي make time for، إشعارات الأخبار news alerts لا يمكن التحكم به out of control، أعراض محتملة possible signs الG silent، يتصرف بشكل مختلف react differently، سبب في reason for، أعراض الإنهاك signs of burnout، حل لي solution to، يقضي الوقت في spend time on، شكرا على استضافتي thank you for having me، مذكرة صوتية voice memo، سواء أو whether or. verb plus preposition يتأقلم أو يتكيف مع adapt to، يهدأ calm down الـ silent، يتعامل مع deal with، يركز على focus on، يساعد في help with، يؤثر في impact on، يلتقي meet up، يعرض أن offer to، يبدو أن seem to، يضبط أو ينشئ set up، يشارك مع share with، يصارع أو يقاوم struggle with، يعاني من suffer from، يستنتج أو يعرف work out، يقلق على worry about، يبعث برسالة إلى write to الW silent. تعالوا بعد كده نشوف حل الكلمات. number one be careful you must space making such mistakes، كن حريصا أنت يجب، enjoy يستمتع لي، avoid يتجنب، refuse يرفض، intend ينوي ارتكاب مثل هذه الأخطاء. الإجابة الصحيحة هي B avoid، أنت يجب أن تتجنب ارتكاب أو فعل مثل هذه الأخطاء. 2 it's important to be space of the signs of burnout، من الضروري أن تكون pleased مسرور keen مهتم full ممتلئ aware واعي. الإجابة الصحيحة هي D aware، من الضروري أن تكون واعي بعلامات أو إشارات الإنهاك. 3 if you are space from burnout you can experience a lot of stress، إذا كنت forbidding يمنع resulting يستنتج suffering يعاني preventing يمنع. الإجابة الصحيحة هي C suffering، إذا كنت تعاني من الإرهاق أو الإنهاك فأنت ستختبر الكثير من الضغط أو ستمر بالكثير من الضغط. 4 can you kindly tell me what is space why does everybody look anxious، هل يمكنك من فضلك أن تخبرني ما feeling like يشعر وكأن coping with يتأقلم adapting to يتأقلم مع going on يحدث. الإجابة الصحيحة هي D going on، هل يمكنك أن تخبرني ماذا يحدث من فضلك لما يبدو الجميع قلق. 5 be alert to the danger of looking at the tablet screen for too long، كن يقظ أو حذر من النظر إلى شاشة التابلت لمدة طويلة أو لوقت طويل. The word alert in this utterance is a or an space، كلمة alert في هذا السياق هي verb فعل noun اسم adjective صفة adverb ظرف أو حال. الإجابة الصحيحة هي the adjective صفة. 6 I'm really space for your priceless support while I was facing some problems، أنا حقا normal طبيعي fashion to cough grateful ممتن specific محدد لدعمك الذي لا يقدر بثمن عندما كنت أواجه بعض المشكلات. الإجابة الصحيحة هي C grateful، أنا حقا ممتن. 7 a person who is flexible by nature
will find it easy to face changes. الشخص الذي يكون مرن بطبعه سيجد من السهل أن demonstrate يوضح remain يبقى perceive يدرك accept يقبل. الإجابة الصحيحة هي D accept. سيجد من السهل أن يقبل التغييرات. 8. High body temperature and dry cough are two of coronavirus common space. ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال أو الكحة الجافة هم alerts إنذارات memos مذكرات routines الروتين factors عوامل. الإجابة الصحيحة هي A alerts. 2 من التنبيهات أو الإنذارات الشائعة لفيروس كورونا. 9 winners are always based and hopeful. الفائزين دائما ما يكونوا anxious قلق external خارجي positive إيجابي negative سلبي. الإجابة الصحيحة هي C positive. دائما ما يكونوا إيجابيين وآملين أو متآملين. 10 I couldn't save the file into المعاصر website because my laptop was offline. أنا لم أستطع. behave يتصرف identify يحدد influence يؤثر upload يرفع على الإنترنت. الإجابة الصحيحة هي D upload. أنا لم أستطع رفع ملف المعاصر على الموقع لأن اللابتوب الخاص بي كان غير متصل بالإنترنت. 11 I spent throwing the mobile into the sea when its battery went dead during an important call. أنا felt like شعر وكأنه أو رغبة coped with وعكبة adapted to تأقلم went on استمر. الإجابة الصحيحة هي A felt like. رغبت في رمي الهاتف في البحر عندما انتهى شحن البطارية أثناء مكالمة مهمة. 12. Small projects are a good space to the problem of unemployment. المشاريع الصغيرة هي teenager مراهق impact أثر self نفس solution حل. الإجابة الصحيحة هي D solution. هي حل جيد لمشكلة البطالة. 13. The research spaced the relation between ignorance and terrorism. البحث demonstrates يوضح أو يظهر remains يبقى receives يستلم accept يقبل. الإجابة الصحيحة هي A demonstrates. يوضح أو يبين العلاقة بين الجهل والإرهاب. 14. The rise in illegal migration is a result of economic space. ارتفاع الهجرة غير الشرعية هو نتيجة لي alerts إنذارات memos مذكرات routines الروتين factors عوامل. الإجابة الصحيحة هي D factors. نتيجة لعوامل اقتصادية. 15 I like the space appearance of this villa. It looks wonderful. أنا أحب anxious قلق external خارجي grateful ممتن negative سلبي مظهر هذه الفيلا هي تبدو رائعة. الإجابة الصحيحة هي B external. أحب المظهر الخارجي. 16 It took me a long time to spare the burning summer sun here in Aswan. استغرق مني أو أخذ مني الكثير من الوقت لي feel like يشعر وكأن help with يساعد في adapt to يتأقلم go on يستمر. الإجابة الصحيحة هي C adapt to. استغرق مني وقت طويل أو الكثير من الوقت لأتأقلم مع شمس الصيف الحارقة هنا في أسوان. 17. It's said that a child asks too many questions. That's one of their means to discover the world. إنه normal, طبيعي, efficient, cough, grateful, ممتن, specific, محدد. على الطفل أن يسأل الكثير من الأسئلة. هذه واحدة من وسائله للتعرف على العالم. الإجابة الصحيحة هي A normal. إنه طبيعي أو إنه أمر طبيعي. 18. رودينا isn't her usual cheerful space. She looks unhappy. رودينا ليست في teenager مراهق sign علامة self نفس solution حل. الإجابة الصحيحة هي C self. ليست على طبيعتها المبتهجة هي تبدو حزينة. 19 It wasn't normal for such a noisy boy to stay silent. ليس من الطبيعي على مثل هذا الولد المزعج أن
demonstrate يوضح remain يبقى أو يظل perceive يدرك accept يقبل. الإجابة الصحيحة هي B remain أن يبقى أو يظل صامت أو ساكت. 20 My daily space starts at 6 in the morning and ends at 11 p.m. alert إنذار memo مذكرة routine factor عامل. الإجابة الصحيحة هي C routine. روتيني اليومي يبدأ في 6 صباحا وينتهي في 11 مساء. 21 Parents clearly influence their children. الآباء يؤثروا على أطفالهم بشكل واضح أو بوضوح. The word influence of this sentence is A or an space. كلمة influence في هذه الجملة هي verb فعل نون اسم adjective صفة adverb حال أو ظرف. الإجابة الصحيحة هي A verb فعل. 22 Burnout has A or an space impact on your mental health. الإرهاق يمتلك anxious طلب external خارجي positive إيجابي negative سلبي. الإجابة الصحيحة هي D negative له أو يمتلك أثر سلبي على صحتك النفسية أو العقلية. 23 I was asked to give a space example which persuade them that what I said was right. طلب مني أن أعطي verb مدافئ anxious قلق grateful ممتن specific محدد. الإجابة الصحيحة هي دي specific أن أعطي مثال محدد أو معين والذي أقنعهم في أن ما قلته كان صحيحا أو كان صوابا. 24 space usually object to elderly authority غالبا ما يعترض على سلطة الكبار teenagers المراهقين impacts آثار selves أنفس solutions حلول. الإجابة الصحيحة هي A teenagers المراهقين. 25 صلاح was based as a talented player when he was a little child. صلاح كان demonstrated أوضح remained بقي أو ظل perceived أدرك أو لاحظ accepted استثنى. الإجابة الصحيحة هي C perceived أدرك أو لوحظ أن صلاح كان لاعب موهوب منذ أن كان طفل صغير. 26 Mr. Ayman, my boss, sent me a or an space about the meeting. المستر أيمن رئيسي أرسل لي alert إنذار memo مذكرة routine A and B. الإجابة الصحيحة هي D A and B أرسل لي مذكرة أو إنذار أو إشعار بشأن الاجتماع. ميني تست على الكولوكيشنز. نمبر 1 I'm still thinking I haven't spaced action yet. أنا ما زلت أفكر أنا لم looked نظرة taken أخذ perceived لاحظ أو أدرك got حصل. الإجابة الصحيحة هي B taken أنا لم أتخذ أي إجراء بعد. 2 You have no choice but to space the changes. There is nothing you can do. ليس لديك اختيار إلا أن perceive يدرك move يتحرك accept يقبل do يفعل. الإجابة الصحيحة هي C accept إلا أن تقبل التغييرات ليس هناك شيء يمكنك فعله. 3 I have a space on my final exams with full marks. أنا فلب اتبع look نظرة move تتحرك passed اجتاز أو نجح. الإجابة الصحيحة هي B passed أنا اجتزت كل امتحاناتي النهائية بالدرجة كاملة. 4. The causes of the problem have already been spaced. أسباب المشكلة بالفعل identified حددة taken أخذ received استلم got حصل. الإجابة الصحيحة هي A identified حددت. 5. The new owner spaced some changes to the decoration of the flat. It looks a bit different now. المالك الجديد perceived أدرك made صنع accepted قبل did فعل. الإجابة الصحيحة هي B made قام ببعض التغييرات على ديكور الشقة تبدو مختلفة قليلا. 6 My father's advice is always based by me without any discussion. نصيحة أبي هي دائما followed اتبع looked نظرة moved تحرك passed اجتاز. الإجابة الصحيحة هي C followed تتبع من قبلي بدون أي مناقشة أو نقاش. 7
The change is clear enough for everybody to space. التغيير واضح بما يكفي أو بشكل كافي للجميع لي. Pass يمر أو يبتاز. Take يأخذ. Perceive يدرك أو يلاحظ. Accept يقبل. الإجابة الصحيحة هي C. Perceive ليلاحظه أو يدركه. 8. I space like a bridegroom in my new suit. أنا Perceive يدرك. Make يصنع. Accept يقبل. Feel يشعر. الإجابة الصحيحة هي D. Feel أنا أشعر وكأني عريس في بدلتي الجديدة. 9. I got tired of space houses. I wish I could have my own flat. أنا تعبت من Following يتبع. Looking younger. Moving ينتقل. Passing يمر. الإجابة الصحيحة هي C. Moving من نقل أو تغيير المنازل. أتمنى لو كان لدي شقتي الخاصة. 10. All my family members are spaced together to discuss my sister's marriage offer. كل أعضاء عائلتي أو كل أفراد عائلتي. Identifying يتعرف أو يحدد. Taking يأخذ. Perceiving يدرك. Getting يحصل. الإجابة الصحيحة هي دي Getting. يتقابلوا معا ليناقشوا عرض زواج أختي. وزي ما احنا متفقين الكلمة لما بتدخل في الإكسبريشن أو الإيديوم بتفقد معناها وبتاخد معنى الإكسبريشن على بعضه. ميني تيست نمبر 2 على الإكسبريشنز والإيديومز. نمبر 1. Accepting changes space normal helps us adapt to conditions well. قبول التغييرات أو التغيرات كشيء طبيعي أو كأمر طبيعي يساعدنا على التأقلم مع الظروف جيداً. By, from, like, as. الإجابة الصحيحة هي لي as. 2. I'm really grateful space your useful support. أنا حقا ممتن لدعمك المفيد. 4. Of, in, with. الإجابة الصحيحة هي C. 4. 3. I went to set space and you Windows 11 version. أنا أريد أن أضبط أو أنشئ نسخة Windows 11 الجديدة. Out, in, on, up. الإجابة الصحيحة هي D. Up. 4. I hope I'll be able to space for doing some useful hobbies. آمل أن أكون قادر على توفير أو تخصيص الوقت للقيام ببعض الهوايات المفيدة. Look forward. Make time. Make up. Go into. الإجابة الصحيحة هي D. Make time. 5. I haven't adapted space living here yet. أنا لم أتأقلم على العيش هنا بعد. Out, in, to, up. الإجابة الصحيحة هي C. 2. 6. I have written space her 3 times but she won't reply. أنا كتبت لها 3 مرات ولكنها لم ترد. 2, in, on, up. الإجابة الصحيحة هي A. 2. 7. A good citizen is aware space the dangers that threaten their country. المواطن الصالح يكون واعي بالمخاطر التي تهدد بلده. From, with, of, at. الإجابة الصحيحة هي C. Of. كده نكون خلصنا مع بعض حل Lesson 3 and 4 من كتاب المعاصر. أتمنى يا رب تكونوا فهمتوا واستوعبتوا الشرح كويس. لو حد عنده أي سؤال ما يترددوش إنكم تسألوا. كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. وكمان تتفرجوا على فيديوهات الجرامر اللي بيعملها معكم المستر أيمن بدر وبشرحها على الكروما بطريقة سهلة وبسيطة وممتعة جدا وبشرح مبسط. كمان بيحل معاكم على الجرامر من كتابي الجيم والمعاصر بأسهل الطرق وشرح مبسط جدا هتستمتعوا بيه. أتمنى رب تكونوا فهمتوا. ربنا يوفقكم.